والآن أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب ثائر عباس لليوم: لبنان عودة الأولوية الرئاسية تسبقها تطمينات للقلقين. يبدو من مسار الاتصالات الخارجية والمحلية أخيرا أن الملف الرئاسي عاد ليحتل موقعا متقدما في مسار الاهتمام الدولي والإقليمي. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت أن شهر فبراير المقبل سوف يشهد حراكا لافتا يعيد الاعتبار إلى أولوية ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية. وأوضحت المصادر أن اللجنة الخماسية بشأن لبنان سوف تجتمع خلال الأسبوعين المقبلين لوضع خطة تحرك مستقبلية تعيد الاعتبار إلى شأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الاتصالات التي تجريها الدول الأعضاء شددت على وحدة الصف والخطاب بين الدول الأعضاء والدعم الكامل لمجهودات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. وقال مصدر دبلوماسي عربي للشرق الأوسط أن ثمة تقاربا لافتا في المقاربات بين ثوابت اللجنة الخماسية ومقاربات رئيس البرلمان نبيه بري لجهة الفصل بين المسار الإقليمي والمسار الرئاسي، وإن هذا من شأنه أن يخلق دينامية جديدة يفترض أن تؤسس لحراك سياسي فاعل في ملف الانتخابات الرئاسية. ننتقل إلى نداء الوطن، حيث علمت نداء الوطن في مستهل موضوع مناقشة الموازنة العامة في البرلمان اللبناني أن هناك اتفاقا عريضا على إمرار أبرز التعديلات رغم مناقشة بعضها التي يثير إشكاليات لم تحسمها اللجنة. وأكدت مصادر نيابية أن جزءا كبيرا من المناقشات هو لزوم ما لا يلزم، لأن الموازنة غير مرتبطة بأي برنامج إصلاحي متكامل. فرغم الجهود التي بذلت كي تتساوى النفقات بالإيرادات، فإن تقديرات وزارة المالية تبقى محل شك وفق عدد كبير من النواب. لكن الحكومة تبحث بأي ثمن عن غطاء قانوني لنفقاتها بعد سنوات من التخبط والضياع بفعل تداعيات الأزمة التي اندلعت في 2019. إلى الجمهورية. كشف دبلوماسي عربي للجمهورية أن فكرة إجراء حوار بين اللبنانيين متداولة داخل اللجنة الخماسية، سواء في بيروت أو في واحدة من عواصم دول الخماسية، مشيرا إلى أن قطر قد لا تمانع في استضافة حوار رئاسي لبناني. إلا أن هذه الفكرة ليست ناضجة حتى الآن، لسيما أن بعض أعضاء الخماسية يتحدثون صراحة عن أولوية مواكبة الدول لتطورات المنطقة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويفضلون توافق اللبنانيين او اللبنانيون على اجراء حوار فيما بينهم، ان يحصل هذا الحوار في بيروت بمواكبه مباشره من اللجنه الخماسيه. ننتقل الى النهار مع سابين عويس التي عنونت: دور بخاري في رسم خريطه الطريق الخماسيه والعين على شهر نيسان. بدا واضحا للوسط السياسي أن ثمة توجها جديدا للمملكة لمقاربة مختلفة للملف اللبناني عفوا. بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، أن السفير السعودي وليد بخاري يحمل في يده ورقة يرسم فيها خريطة طريق للحل الذي تراه بلاده مناسبا لأزمة الرئاسة في لبنان كمدخل للحل المتصل بالأزمات الأخرى المرتبطة به. وبناء على ذلك تبدأ أولى خطوات الطريق السعودي بالتحضير لاجتماع يعقد في الدوحة للجنة الخماسية، يخلص إلى طرح توصيات تتصل بملف الرئاسة انطلاقا من مبدأ التمسك بإجراء الانتخابات من دون الخوض في أسماء. يجري العمل على اقتراحات لمرشحين في الكواليس لا في العلن تنطلق من خيار المرشح الثالث. يعقب اجتماع الدوحة زيارة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، على أن تعقب ذلك دعوة رئيس المجلس إلى جلسات نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس. بحسب ما تتوقعه هذه المصادر، أن يقوم سفراء الخماسية في بيروت بجولة ضغط وحث تحت عنوان أو رسالة واحدة وواضحة تقضي بالدعوة إلى عدم انتظار نتائج حرب غزة لانتخاب رئيس توافقي. إلى المدن مع منير الربيع. في سياق الدراسات التي يجريها هوكستين حول الوضع في الجنوب، تتواصل المباحثات بين أعضاء الدول الخمس حول التصور الذي يجب الخروج به لانتخاب رئيس للجمهورية. واللقاء الخماسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجل إلى الأسبوع المقبل لأسباب لوجستية وتقنية وتضارب في مواعيد بعض السفراء. لكن أيضا لم تصل الدول الخمس إلى تقديم رؤية مشتركة وموحدة حول الرئيس.
في هذا السياق لا يزال البحث مستمرا حول موعد انعقاد اللقاء الخماسي على مستوى المندوبين، وبحسب المعلومات فإنه في حال عقد الاجتماع فسيكون في الرياض. قبيل الوصول إلى هذا الاجتماع يبرز في الكواليس السياسية حديث عن الأسماء، من بينها اسم قائد الجيش واسم مدير عام الأمن العام اللواء الياس بيسري واسم وزير الخارجية السابق نصيف حتي، بالإضافة طبعا إلى اسم سليمان فرنجية المطروح من قبل حزب الله وحركة أمل. بعض التحركات الأخيرة أعادت إحياء ترشيح سليمان فرنجية، سواء من خلال تحركه وزياراته ولقاءاته أو من خلال كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصولا إلى موقف وليد جملاط الذي قال أنه لا يمانع في انتخابه. لا شك أن موقف جملاط قد يعبر عن تحول، وهذا ما سيدفع البعض إلى القراءة في خلفيات ما قاله الرجل. فهل يلتقط الرجل إشارات تفيد بإمكانية الوصول إلى تقاطع إيراني أمريكي ينتج فرنجية رئيسا كما أنتج ميشيل عون في العام 2016؟ إلا أن هذا الجو يتعارض مع أجواء الدول الخمس وما يحكى من قبل ممثليهم عن مرشح ثالث. والآن إلى أساس ميديا مع ملاك عقيل التي عنونت مشلب لي أساس، إذا قبل الطعن يذهب القائد إلى منزله. يصدر الأسبوع المقبل عن المجلس الدستوري القرار في شأن الطعن المقدم من نواب تكتل لبنان القوي بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. في هذا السياق يؤكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لأساس أن اكتمال النصاب مضمون، لأن خلاف ذلك ستكون الأمور مفضوحة. في الداخل لكل عضو في المجلس رأيه القانوني والتصويت يحسم. يكشف مشلب أن القرار سيصدر عن أعضاء المجلس قبل نهاية الشهر، والأرجح الخميس أو الجمعة المقبلين. لا يقبل مشلب مجرد التلميح إلى نتيجة الطعن، لكنه يتحدث عن الاحتمالات. قد يصدر القرار بقبول الطعن إذا وجد المجلس أن قانون التمديد مخالف للدستور، أو يرفضه، أو لا يصدر قرارا، مشيرا إلى أنه إذا قبل الطعن وأبطل قانون التمديد فعلى السلطة السياسية بين مجلس النواب ومجلس الوزراء إيجاد الحل. يقول مشلب: إذا أبطلنا القانون فعندها طبعا يذهب قائد الجيش إلى منزله، ففي حالة الضرورة يتسلم الضابط الأعلى رتبة بغض النظر عن طائفته إلى حين إيجاد الحل القانوني. مصادر متابعة تستبعد فرضية قيام أعضاء في المجلس عمدا بتعطيل نصاب الجلسات، لكنها تتحسب لكون القوى السياسية التي مددت لقائد الجيش لها أذرعها داخل المجلس بفعل الحصص السياسية الموزعة في داخله. لذلك تحديدا يستبعد كثيرون أن تكسر هذه الإرادة السياسية داخل المجلس الدستوري فيصدر قرار بقبول الطعن.